بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. ايام رمضان بتجري سريعه جدا، ربنا يعود علينا جميعا بالخير والسعاده. رمضان كريم عليكم جميعا يا جماعه. مساء الفل، اخباركم ايه؟ كويسين الحمد لله. النهارده عندنا رحلات طويله، خلي بالكم. زي ما انتم عارفين حضراتكم، احنا كل يوم في واحد من الناس في رمضان بننزل بنعمل فقرتين. الفقره الاولانيه بندور على اجمل ناس في مصر اللي هم عمال مصر، عشان نروح لهم في المشروعات القومية اللي بيبنوها ونقول لهم متشكرين، كتر ألف خيركم، رمضان كريم عليكم. والفقرة الثانية بتبقى دايما بنلف فيها في محافظات برضو مصر كلها عشان نشوف الناس الطيبين ونقول لهم رمضان كريم، ونحاول نحقق لهم أمنياتهم وأحلامهم. النهاردة عايزين نروح فين النهاردة؟ انت عايز تروح فين النهاردة؟ في مشروع بتبني اسمه مشروع 2350 فدان في حدائق العاصمة. تعال نروح نبص عليه. ماشي ماشي، ونشوف لك مكانه على جوجل، ونشوف العمال اللي بيبنوه هناك. اوكي ماشي. انتوا عارفين ان منطقة 2350 فدان في مدينة حدائق العاصمة دي يعني بيعتبروها اهم مشروع خدمي يمكن في المدينة. اللي بقى فيها مجمع خدمي متكامل للمواطنين، جوه يمكن مكتب تصريح عمل، وفي مبنى ملحق للخدمات، وفيها اسم شرطة، وفيها وحدة نظافة، وسجل مدني، وجوازات، وتجنيد، وغيره. السلام عليكم. رمضان كريم. الله أكرم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة، اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. احنا هنا فين؟ هنا مجمع شرطي في مدينه حدائق العاصمه. آه. على مسطح 10000 متر. في مبنى اسم الشرطه، ومبنى خدمات مواطنين، ومبنى ملحق خدمات، ومبنى الامن الوطني، ووحده دفاع مدني بيخدم المدينه. خدمات المواطنين فيها سجل مدني وجوازات لخدمه المواطنين. احوال مدنيه، احوال مدنيه، اداره التجنيد. عظيم، يعني مدينه متكامله ما شاء الله. ما شاء الله متكامله. اتعرف بقى بحضرتك بقى. مهندس احمد اشرف، مركز قومي لبحوث الاسكان. منين؟ انا من زقازيق. زقازيق. نعم. عندك اولاد قد ايه؟ عندي ليان 3 سنين. بتروح تفطر معاه النهارده ولا انت؟ بنروح من زقازيق ونيجي كل يوم. حضرتك منين؟ مهندس انا من اكتوبر. اكتوبر. مهندس رامي، مدير مشروعات الشركه. اولاد قد ايه؟ عندي بنتين، تالين ودانيا. نفسك تطلعوا ايه بقى لما تكبروا؟ يعني ان شاء الله دكاتره ومهندسين. ان شاء الله. صباح الفل. صباح الفل. رمضان كريم. الله اكبر. اتعرف بحضرتك. محمود عبد الله. منين حضرتك؟ من جنة يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا. شايف سيادتك هنا؟ الحمد لله. انا امن هنا ما شاء الله. اهلا وسهلا. في اولاد قد ايه؟ عندي 4 بنات، ناريمان وسحر ومرفت وصفاء. ما شاء الله، ربنا يخليهم. وانت طيب في حياتك. الله يخليك. حضرتك مين؟ انا من الشريط. حضرتك ايه؟ احمد. سهل يا احمد. انا عامل هنا حضرتك. اهلا وسهلا. انا بحضرتك. حضرتك عواد سالم من الدقهلية. الدقهلية. سالي هذا عامل. حضرتك؟ انا احمد سالم، رأس عمال. اهلا بيك. حبيبي ربنا يخليك. من المنصورة. في اولاد قد ايه؟ 3 ولد وبنتين. مين ومين ومين؟ ساهر وندى وأميرة. عندهم قد ايه؟ يعني ساهر 13 وندى 8 وأميرة 2. نفسك بقى لما يطلعوا يعملوا ايه؟ والله يكونوا حلوين. حلوين. والله نفسي يكونوا كويسين يا رب ان شاء الله. زعمران مالك سخي معك وزم مصر. والنبي خلي بالكم، الله يكرمكم، انا مش عايز الشمال بايظه. اتعرف عليك. وزير رمضان من محمد منصوره. فن منصوره بتشتغل ايه؟ شغال عامل. عامل؟ اه. عندك اولاد قد ايه؟ لسه ما اتجوزتش. يلا شد حيلك. حضرتك محمد سعيد يا باشا من الرفيه. اسال ايه؟ سواق. سواق. وحضرتك؟ احمد سلام من منصوره. اسال ايه حضرتك؟ مشرف واداري في الشركه. في اولاد قد ايه؟ في بنتين. مين ومين؟ فاطمه واسماء. عايز تقول لهم ايه بقى؟ ابعت لهم رساله تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يحفظكم ويصحى لكم. فاطمه في رابعه كليه تربيع عام كيمياء، واسماء ان شاء الله في ثانيه. يا رب ان شاء الله. وحضرتك اتعرف عليك؟ استاذ عمرو، انا عماد السيد، نجار مسلح، شغال هنا في الموقع. منين؟ من الشرقيه. الشرقيه. الزقازيق. تيجي على الفطار كده تقول يا رب عايز ايه؟ وانت بتاع وانت شغال هنا. ربنا يرزقنا كل يوم. يا رب. ما اقعدش ولا يوم. يا رب. بس. ان شاء الله. طب بص، انا مش عايز اعطلكم، احنا جايين كده يعني نحاول نقول لكم شكرا على اللي انتم بتعملوه، ويعني ونسلي صيامكم كده 5 دقايق كده قبل ما نمشي.
والأسئلة دي أسئلة بسيطة ولذيذة كده ومكافآتها على طول. جاهزين؟ جاهز؟ طيب إيه هو لقب النادي الأهلي؟ إيه هو لقب النادي الأهلي؟ لا ها هم بيسموهم إيه؟ أيوة الشياطين الحمر. تعال اسمك إيه؟ أحمد. مين اللي قال شياطين حمر؟ تعال اتفضل. 1000 جنيه هدية من واحد من الناس. اتفضل. شكرا. طيب ولقب نادي الزمالك؟ ها؟ فن والهندسة. تاني فن والهندسة مظبوط. برافو عليك مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ولقب نادي الترسانة؟ الشواكيش. أيوة الشواكيش. يا سلام. تعال اتفضل. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب ولقب نادي الإسماعيلي؟ درويش. مين أول واحد قال درويش؟ درويش. ها تعالى يلا لسه في فرصة. 1000 جنيه نادي لحضرتك. طيب ولقب الاتحاد السكندري؟ يعني الصعب. ها يعني زعيم. تعالى يلا مبروك. 1000 جنيه دي برناك. طيب الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره ربنا يديله الصحه كان اسمه ايه في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي؟ تعالى مبروك. 1000 جنيه برناك. طيب مسلسل الحاج متولي برضو الله يرحمه الفنان نور الشريف كان اسمه ايه في المسلسل الحاج متولي؟ متولي سعيد. متولي سعيد. تعالى متولي. مبروك. 1000 جنيه دي من واحد من الناس. طيب مين بطل فيلم الرجل الثاني؟ احمد زكي. الرجل الثاني. الرجل الثاني. تعالى رشدي اباظه مظبوط. اسمك ايه؟ انت منين؟ من اسيوط. سأل ايه؟ من بدر محار. طيب الله ينور عليك ويفتح عليك. اتفضل. 1000 جنيه دي من البرنامج. طيب مين بقى اللي عمل فيلم الرجل الثالث؟ احمد زكي. تعالى. منين؟ سيد صلاح. تسأل ايه؟ جهاز الحديقة العصرية. طيب يا سيدي مبروك. 1000 جنيه هدية. ماشي. مين هو أول الخلفاء الراشدين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. مين قال أول واحد؟ أبو بكر الصديق. تعالى. أبو بكر الصديق. 1000 جنيه هدية من هناك. أنا بشكركم جدا جدا. أنا عطلتكم. رمضان كريم معاكم. وربنا يسعدكم وبشكركم لان كنتوا في ايام رمضان وفي عز رمضان قاعدين بتشيدوا وتبنوا عشان البلد. شكرا جزيلا. رمضان كريم عليكم. عايزين مني حاجه؟ احنا كان نفسنا نشوفك من زمان. الله انا سعيد ان شفتكم النهارده. استاذنكم كل سنه طيبين ورمضان كريم ان شاء الله باذن الله. الحمد لله زي ما شفنا في منطقه 2350 فدان الخاصه بحدائق العاصمه رجاله زي الفل. أجمل ناس في مصر بيبنوا بيعمروا مصر. ربنا يحفظهم لمصر. بعد الفاصل مكان تاني في محافظة من محافظات مصر واحد من الناس نحاول نحقق أمنيات الناس. بعد الفاصل. احنا في شهر كريم بيستجاب فيه الدعوات. لو كنت راكب في المواصلات ومشوارك طويل بص من شباك العربية او الاتوبيس هيقابلك ناس كتير. جرب كل ما تشوف واحد تدعي له دعوة حسيت انه محتاجها. واحد بيبيع العربية ادعي له ربنا يرزقه. واحد شايل شيلة تقيلة ادعي له ربنا يعينه. واحد مريض ماشي بيتألم ادعي له بالشفاء. تخيل كم دعاء دعيته طول الطريق وانت ماشي. وتخيل بقى لما تعرف ان كل دعاء انت دعيته ليك بالمثل فيه. جربه ومش هتخسروا ابدا. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الاستاذ استاذ عمرو. ازي حضرتك؟ الله يخليك. يا رب يكون بخير. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت حضرتك. ورمضان كريم عليك ان شاء الله يا رب. الله يخليك. الصحة والخير والستر والسعادة. انا ماشي بالعربية كده في رمضان كده فقلت ليه سيادتك، فقلت ايه اقف اسلم عليك. شرف ليا. شرف بسيادتك. شرف ليا. محمد ابو ايوب. بتشتغل فين يا استاذ محمد؟ انا على المعاش. كنت شغال ايه قبل كده؟ كنت شغال موظف في هيئة النقل. ودلوقتي؟ على المعاش. المعاش اهو. عندك كم سنة؟ انا عندي 72. ربنا يديك الصحة. قول لي بقى يعني حياتك ماشية ازاي؟ دخلك ايه؟ وظروفك ايه؟ والله حياتي هي المعاش، عايش على المعاش. الحمد لله. عندك اولاد؟ عندي اولاد. تصرف عليهم؟ في اللي متجوز وكده. تصرف عليه هو متجوز؟ لا يا بقى اللي بيطلبوه والله. والله انت عايز اقول لك، انا عايز اقول لك الواحد اقول لحضرتك حاجه، يعني اولاد مهما يكبروا برضه بيحتاجوا للاب. هم مهما يكبروا بيحتاجوا للاب، فما بخلش عليهم. اللي معايا ليهم كله اكل وشرب، وهم بيجوا ضيافه وكده وحاجات زي كده. عندك اولاد قد ايه؟ انا عندي 5 3 اولاد وبنتين. ما شاء الله. اكبرهم قد ايه واصغرهم قد ايه؟ اكبرهم في حدود 40. أصغرهم؟ أصغرهم في حدود 19. ربنا يقويك، يعني الأمور متقضية. العلاج بقى بياخد كل حاجة بصراحة. يعني عندك أمراض إيه؟ عندي الضغط وبعض حاجات داخلية بقى في المسالك والأعصاب والأعصاب وكده. في رمضان بقى كده وانت بتفطر وكده بتقول يا رب، كل واحد دايما بيخاطب ربنا يقول يا رب عايز ايه؟ انا بطلب الشفاء، مش عايز اي حاجه تاني، اقدر امشي على رجلي. ربنا يشفيك ويرفع عنك. اللهم امين. احنا ماشيين بننزل في رمضان من اللفت كده ونلاقي ناس حبايبنا عشان نكون صيام طيبين، ونديهم هديه بسيطه جدا من الفنان استاذ عم ده. فدي هديه بسيطه مني لحضرتك 5000 جنيه، ويعني ارجو انك تقبلها، ودي حاجة بسيطة هدية من البرنامج ليك. بس نقول لك رمضان كريم. شكينا يا استاذ. الله يخليك. شكينا. هتعمل ايه بيوم؟ انا دولت في رمضان والعيال والضيافة وكده. يلا. وانا واقف كده مخصوص والله عشان مستني الصيدلية، يمكن نصيب اللي انا اشوف حضرتك. سبحان الله. بيمسحوا ومستني اشوف اللقاء معاك. كل سنة وانت طيب. رمضان كريم. السلام عليكم.